أحجارها وأعمدتها تجد القصص التي سطرتها الحضارات المتعاقبة والتي سكنت هذه المدينة وتركت علامة فارقة في حقبتها. على بعد 28 كيلومتراً من محافظة إربد شمالية الأردن تقع مدينة أم قيس الأثرية، وعلى ارتفاع 346 متراً ومساحة تقدر ب 550 دونماً، تتنوع أثارها بين المباني اليونانية والرومانية والبيزنطينية والإسلامية. تطل أم قيس على نهر اليرموك وهضبة الجولان وبحيرة طبرية، ويعود تاريخها للحقبة اليونانية باعتبارها من مدن الحلف الروماني التي ميزتها كمدينة. عرفت أم قيس في قديم الزمان باسم جدارة، وهي إحدى المدن اليونانية الرومانية العشرة، المكان الذي يأسر زائريه بشواهد حاضرة على عمق التاريخ وعراقة الماضي، ومن هنا جاءت قصة المكان. أول شيء أهلا وسهلا فيكم في مدينة أم قيس الأثرية. تقع مدينة أم قيس في شمال الأردن وتبعد عن مدينة عمان ما يقارب 110 كيلومتر، وتحديدا في الشمال الغربي لمدينة إربد. أم قيس تقع جغرافيا في لواء بني كنانة، وتاريخيا أم قيس كان قديما اسمها جدارة، وهي من الجدر الحصن المنيع اللي كان صعب الدخول إليه، وهي تقع على تلة مشرفة على ثلاثة دول سنتكلم عنها لاحقا. تاريخيا طبعا هي تعود إلى أكثر من عصر تاريخي من خلال الحفريات والمسوحات الأثرية التي تمت في الموقع، فوجدنا أنه معظم العصور تمثيلا هنا اللي هي بدءا من العصر الهيلينستي الذي تمثل فقط في منصة لمعبد هيلينستي يعود إلى العصر الهيلينستي اللي نحكي هي تقريبا بالقرن الثاني والثالث قبل الميلاد. طبعا خضعت أم قيس هي للحكم الروماني بقدوم بومبي إلى الشرق، وأخضعت للإمبراطورية الرومانية سنة 63 قبل الميلاد، فشيدت المباني من الفترة الرومانية. طبعا هنالك كانت في الفترة السابقة في العصر الروماني هو مخطط للمدينة الرومانية، فلذلك ممكن أنه في جرش، في بيتراس، في غويلبي، في المدن الرومانية تجد معظم المباني تتمثل في هذه المدن، وهنالك كانت أم قيس هي من ضمن الحلف الديكابولس. طبعا خضعت، صارت هنالك حروب وأخضعت المنطقة بشكل كامل لفترة السلوقيين والبطالمة كذلك هنا، لكن أكثر ما يمثل الآثار والمعالم الأثرية في مدينة أم قيس هي زي ما حكينا أنه ضمن اللي هي أكثر الآثار الرومانية من العصر الروماني. طبعا العصر الروماني من سنة 63 قبل الميلاد وحتى القرن الرابع 324 ميلادي بقدوم إعلان الديانة المسيحية. أهم المعالم الأثرية موجودة في أم قيس هي أولا اللي هي تقع خلفي اللي هي من الفترة الرومانية طبعا اللي هو النفق أم قيس أو نفق جدارة متعارف عليه،
طبعا نفق هو اكتشف في بداية التسعينيات من قبل دائرة الآثار وبعثة ألمانية، يعود إلى الفترة الرومانية القرن الثاني الميلادي. وجد هذا النفق طبعا تحت هو المدينة الأثرية، طول النفق 410 متر. هو يعتقد بأنه كان يستخدم لجر المياه، ولكن هنالك له وظيفة من خلال الاكتشافات اللي داخله اللي وجدنا وتصميمه الداخلي، أنه يعود ممكن كان استخدامات عسكرية. طوله زي ما حكيت 410 متر، تم إعادة تأهيله من قبل جامعة اليرموك بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وتقديمه للزوار إن شاء الله خلال هذا العام. في الخلف كذلك اللي هو سبيل الحريات، أو ما يسمى متعارف عليه حمام العذارة، هو كذلك بني بالفترة الرومانية. كانت تستخدم هذا لحمام النساء في هذا ذلك الفترة. كذلك المدرج الروماني أو ما يسمى مدرج أم قيس الغربي، وهو مخالف لتصميم المدينة الرومانية، فحيث أنه يتجه إلى الغرب، ومعظم المدرجات تتجه بالرومانية معظمها إلى الشمال، هنالك بسبب وجود وهو طبيعة الموقع الأثري، تضاريس الموقع الأثري وجدتها كذلك المدرج لاتجاه الغرب. هنالك اللي هو أهم ما يميز كذلك أم قيس، اللي هو وجود شارع الأعمدة. شارع الأعمدة كذلك أو هو ما يسمى الكاردو، الشارع الرئيسي في كل المدن الرومانية، يتجه شمالا شمال غرب، إلا في أم قيس يتجه الشارع الرئيسي هو الديكيمانوس، يتجه شرق غرب، فطوله تقريبا 1600 متر، يتجه شمال شرقا وغربا. طبعا يتخلل الشارع عدة بوابات، فهنالك بوابة طبرية ما تسمى نسبة لوجود قريب من بحيرة طبرية، كانت هذه البوابات تأخذ اللي هي الضرائب. كذلك هنالك الشارع، طبعا حكينا انه هنالك الشارع الرئيسي في أم قيس يتجه اللي هو اقصر من اي شارع في المدن الرومانية، زي ما حكيت انه تضاريس الموقع جاي على تلة، صعوبة التضاريس جغرافيا. كذلك انه هنالك الفترة الرومانية اللي هو على جانب شارع الأعمدة، اللي هو ضريح الجد الروماني، الضريح الروماني الأسفل الأرض، وممكن أنكم تشاهدوه، فهو بني تخليدا لأحد الجنود البارزين في الفترة الرومانية. كذلك خضعت أم قيس اللي هي لبنية في الفترة البيزنطية سنة 324 ميلادية، عندما أعلن قسطنطين الديانة المسيحية في فلسطين، وخضعت المنطقة بأكملها ومن ضمنها أم قيس للديانة المسيحية، فشيدت الكنائس في أم قيس. ولكن أهم ما يميز أم قيس بالفترة البيزنطية اللي هي متجمع اللي هي ساحة الكنائس أو الكنيسة المثمنة التي تعود إلى الفترة البيزنطية. طبعا هناك عدة كنائس، لكن مش بأهمية هذه الكنيسة. هنالك كذلك بالفترة الرومانية اللي هو السوق التجاري الموجود على جانب شارع الأعمدة أو الديكيومانوس. نتكلم الآن عن الفترة حتى بقيت أم قيس مسكونة حتى فترات الفترة الحالية. كانت أم قيس هي عبارة عن قرية صغيرة الآثار يسكنها أهل أم قيس، ومن أهم المباني الموجودة التراثية اللي كانت مسكونة هنا في نهايات القرن التاسع عشر وحتى نهاية القرن العشرين، المتحف. يتكون المتحف من طابقين،
ووجود واجهة المتحف على العشر دنانير الأردنية. تتميز أم قيس بموقعها الاستراتيجي، حيث تشرف أم قيس على 3 دول، وهي شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان. طبعا شمال اللي هي تظهر فيها بحيرة طبرية في شمال فلسطين وبعض من مرتفعات الجليل الأعلى والغور الأردن اللي هو بمدينة بيسان وقرية صمغ. كذلك اللي هو وجود طبعا الجولان السوري المحتل اللي هي تشرف كذلك على بحيرة طبرية. خلف الجولان السوري يوجد اللي هو جنوب لبنان، وهنالك كذلك تظهر من أم قيس اللي هي الحمة السورية المحتلة والغور الأردن ونهر اليرموك، وهو الحد الفاصل بين المدن الدول الثلاثة الأردن وفلسطين المحتلة وسوريا.